الحمد لله بدأنا طبعا بالإجراءات الاحترازية اللي جاينا من الوزارة، اللي هي التباعد أثناء التمرين خصوصا الفترة الأولانية، التعقيم، طرق الحماية، الحاجات دي كلها، بنرش الكور، بنرش الأماكن اللي احنا هنشتغل فيها قبل التمرين وبعد التمرين، وشغالين في الإجراءات اللي جات لنا من الوزارة متبقينها زي ما جات لنا بالظبط. يعني هو زي ما حضرتك عارف طبعا أن الرياضة علم، والعلم لازم يبقى بتشتغل بيه من أول يوم في التدريب لغاية ما ينتهي الموسم. احنا بنعمل حاجة جديدة للفرقة يستفاد بيها الجهاز الموجود او ايا كان، اي حد يجي بعدينا، اي حد يجي في اي وقت يحب يطلع على اداء الفرقه، مدرب منتخب لو عايز يعرف ايه اللي احنا وصلنا له من الناحيه البدنيه او النفسيه او اي حاجه فنيه، كل ده من خلال ورق بنعمل قياسات، بنشوف اللعيب وصل لمرحله ايه عشان لما نحط البرنامج بتاعنا نبقى عارفين احنا واقفين فين وهنوصل معاه لغايه فين. الكلام ده كله بنعمله من خلال منظومة علمية، معنا مجموعة من المدربين ومساعدين قايمين بالدور ده على أكفى وجه. الحمد لله بنعمل حاجة يعني يسعد بيها أي رياضي في مصر إن يبقى عنده فايل ده، لأن خلي بالك برضك الفايل ده أنت ما بتيجي تحترف بيطلبوه منك، أنت عملت إيه، اتمرنت إيه، إيه الجرعات اللي خدتها، إيه عدد التمرينات اللي اتمرنتها، الحمل اللي شلته قد ايه، لان هي المنظومه متصله كلها ببعض، وبالتالي احنا بنعمل حاجه الحمد لله جديده، واتمنى من ربنا ان احنا نوفق فيها لينا ولاي حد يشتغل في المكان ده. احنا طبعا جبنا محسن رمضان اول لعيب جبناه، في بعض اللعيبه يعني مش هقدر اذكرها دلوقتي لغايه انت عارف مبدانا في النادي الاهلي ما بنتكلمش عن حاجه الا اما تكون خلصانه، فاحنا بنشتغل على بعض اللعيبه، ونتمنى ان الفتره الجايه ننجح في ان احنا نقدر نتعاقد معاهم، لان اللعيبه كويسين ولاعيبه مهمه. والله الحمد لله انا طبعا انا ابني من ابناء النادي الاهلي، يعني من هنا عندي 8 سنين بلعب في النادي الاهلي، والنادي الاهلي صاحب الفضل عليا في اللي انا وصلت له، فطبعا طول ما انت بتشتغل في مهنتنا دي ما بتبعدش عن بيتك، فانا علاقتي الحمد لله باللعيبه كويسه، وخصوصا اللعيبه الموجودين دلوقتي. اللعيبه الموجودين دلوقتي اغلبهم فيهم 5 تقريبا كانوا معايا او 6 كانوا معايا في منتخب الشباب اللي خدنا بيه ثالث العالم في اسبانيا السنه اللي فاتت، وكانوا قبل كده شغالين معايا بقالهم 2 سنين، فاللعيبه دي كلها تقريبا اشتغلت معايا. واللعيبه اللي موجودين يعني انا تقريبا اللعيبه حاليا اللي موجودين في النادي الاهلي ما فيش الا لعيب واحد ما اتمرنش معايا، بقيه اللعيبه كلها اتمرنت معايا، عارفين اسلوبنا في الشغل في التدريب. الحمد لله في حاله كده من الالفه، في حاله من العزيمه. هم اللعيبه في اول اجتماع اتعهدت ان هم يعملوا موسم كبير السنه دي، وان هم ناويين ان هم باذن الله يفرحوا جمهور النادي الاهلي ويقدروا يوصلوا باقصى درجه من البطولات، اللي هم متعطشين جدا البطولات. احنا بنشتغل باسس علميه فواخدينها واحده واحده. الماتشين طبعا اللي جايين احنا عندنا ماتش الاولاني ماتش الجيش، وبعد كده ماتش الزمالك. فرقه الزمالك زياده عندنا ب2 بونت، المطلوب مننا ان احنا ربنا كرمنا باذن الله نسعى ان احنا نكسب الماتشين، وبعد ما نكسب الماتشين لو ربنا وفقنا هيبقى في ماتش فاصل. طبعا حظوظنا عشان بس نكون بنتكلم برضك بامانه عشان ما ينفعش نقول حاجه غير الواقع، حظوظنا فرقه الزمالك عندها 3 فرص في الفوز بالبطوله، واحنا عندنا فرصه واحده، احنا هنمسك في الفرصه دي وهنعتبرها هي الفرصه اللي هتوصلنا باذن الله البطوله، وده الكلام اللي انا اتكلمت مع اللعيبه فيها، وهم عندهم اصرار ان هم يمسكوا في الفرصه دي ويقاتلوا فيها لغايه ما ربنا يكرمنا ونقدر نكسب البطوله. عندنا بعديها بطوله الكاس لو كملت باذن الله، ودي حظوظنا مع فرقه الزمالك 50-50. في لعيبه كتير كابتن طارق صعدهم من فريق 2000، زائد ان في لعيبه جات لنا برده زي محسن، ده محسن 98 من فريق الشباب، فالفريق اصبح معظمه جديد. بس هي الاهلي طبعا ما ينفعش تعمل فريق وتنسى البطولات، فلازم تمشي على الخطين مع بعض ان انت تعمل فريق قوي وفي نفس الوقت تكسب بطولات، فهي دي الصعوبه بتاعت المرحله اللي احنا فيها دي. احنا كلعيبه كبيره طبعا عندنا دور كبير ان احنا ندخل اللعيبه الصغيره دي في الفرقه ونحسهم دايما ان هم يبذلوا اقصى حاجه عندهم، بحيث ان احنا زي ما قلت لك ان احنا ماشيين في تجديد الفريق ونكسب بطولات، وهي دي سمه النادي الاهلي على طول. يعني طبعا كنت مبسوط جدا ان احنا كلعيبه محترفه ده شغلنا،
كان قعدنا 3 4 شهور، دي فتره تقريبا انا شخصيا عمري ما قعدت فيها، لان انا اكتر راحه كنت باخدها اسبوعين، لان كنت بخلص موسم النادي بطلع على المنتخب. فتقريبا هي دي الفتره الوحيده اللي في حياتي اللي قعدت 3 4 شهور. كنا طبعا كلنا زعلانين، واحنا استقبلناها طبعا بفرح كبير، وبس طبعا لازم ناخد بالنا من الاجراءات الاحترازيه اللي النادي عاملها واللي الوزاره عاملاها، لان احنا لازم نحافظ على نفسنا عشان النشاط يكمل، دي مصلحتنا يعني. والله بص، هو الفتره دي كان كلها تمرينات فرديه، كل لعيب زي ما قلت لك لعيبه محترفه، فاللي مش هياخد باله على نفسه هيضيع زي ما بيقولوا. فانت بتحاول تحافظ على نسبه معينه من لياقتك البدنيه، لان لما ترجع تاني ما تديش من الصفر، انت بتبتدي دايما بتحاول تبدا مثلا 40-50% من قوتك البدنيه. فده كان مهم جدا الفتره اللي فاتت، كل لعيب كان ليه برنامج طبعا ومشي عليه، بحيث ان احنا لما نرجع ما نبداش من الصفر. احنا السنه اللي فاتت كنا بنبدا بفريق جديد تقريبا، كنا بادئين موسم بشكل مذبذب شويه، نتيجه ان كان في عناصر جديده وشابه في الفريق بعد التوقف اللي هو بتاع كاس افريقيا. رجعنا زي ما الناس شايفه المستوى كان بيتحسن، كنا وصلنا لفورمه كويسه جدا، كان ناقصنا ماتشين، ماتش مع الجيش وماتش مع الزمالك. كان لو كنا كسبنا الماتشين كان هنلعب ماتش فيصل بس. فاحنا هي صعوبتها بقى الفتره الجايه ان انت هتبدا من التوب، يعني انت خلاص عندك فريق، يعني هتلعب تالت الدوري اللي هو الجيش وبطل الدوري اللي هو الزمالك، احنا التاني. فدي صعوبه ان انت اي دوري بتبدا من تحت وبكده يعني تتدرج لغايه ما تطلع المستوى العالي. كان النادي الاهلي مثلا بيفوضني من سنتين، بس انت عارف طبعا عشان مشاكل اللي انت تبقى لسه سنك صغير وتلفك مبالغ كبيره، كان النادي لوز بيطلب مبالغ كبيره، بس كان جاي لي كذا عرض. بس انا طبعا فضلت النادي الاهلي، اللي انا كان عيلتي كلها اهلاويه وانا كمان اهلاوي، فكان طبعا شرف لاي حد لو كان موجود في النادي الاهلي. طبعا شعور حلو جدا، انت طبعا من صغري وانا كان نفسي ان انا ابقى موجود في النادي الاهلي، والحمد لله انا حققت الحلم دوت. طبعا لما جيت كان الشعور بالنسبه اللعبة طبعا استضافتني استضافه جميله جدا. كنت في الاول اول ما فتره التوقف وقفت اتمرنت كذا مره، بس بعد كده الموضوع طول بقى، طبعا بيجي لك ياس بتوقف شويه، بس بعد كده اخر فتره احنا طبعا كنا مكملين وابتدينا، يعني بقى لنا حوالي في ناس جاهزه مثلا من شهر وابتدينا التمارين، هو مثلا ده ثاني اسبوع لينا. طبعا هو النادي الاهلي نادي كيان، نادي بطولات، يعني انت مثلا لما كنت تلعب في اي نادي ثاني انت مثلا ما بيبقاش عليك ستريس ولا عليك ضغط ولا اي حاجه، ما انت في هنا جماهير، في حد بيسالك انت فين البطولات انتوا حققتوها كل دوت. وطبعا يعني هو شعور حلو، مش وحش يعني. فانا طبعا بشكرهم جدا يعني، وانا عارف ان هم واقفين في ظهرنا يعني دايما، وباذن الله احنا بنوعدهم اللي احنا في الفتره الجايه مفيش بطوله تخرج بره النادي الاهلي باذن الله.